إذن إحنا بس عشان الكلام ما يبقى مترتب، أنا متفق معاكم يبقى المؤتمر يتعمل كل سنة، ده كلام مهم جداً جداً. وافتكروا إن إحنا كنا من 5 سنين ولا أكتر كنا حريصين قوي قوي إن إحنا نعمل منصة حوار، وكانت كنا بنقول إن المؤتمر ده هو مؤتمر الشباب، هيتم تناول فيه قضايا الدولة كلها مش قضية شباب فقط، حتى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. وكنا قلنا إن إحنا من كل شهر ونص أو شهرين نعمل ده، ولكن الحقيقة ونجحنا إن إحنا نعمل ده بشكل أو بآخر في المحافظات كمان، ثم سنوياً حتى على مستوى العالم. جت كورونا يمكن والظرف الأخير ده، يعني 3 سنين ما قدرناش نكمل بنفس المستوى اللي إحنا كنا بنتمناه. إذن أنا بس عايز أأكد تاني، منصة اقتصادية مستقرة تكون موجودة معانا وتلتقي كل سنة ونقول ده كشف الحساب، اللي هو أنا كحكومة وقيادة يجي لي دورياً كل 3 شهور تقرير بالإنجاز اللي إحنا قدرنا نحققه، بالإنجاز اللي إحنا نحققه. خليني بس وأنا بكلم الدكتور ضياء نكمل الكلام ده بقى في النقطة اللي تسري هذا اللقاء وتكمل على ما بدأناه. إحنا لما اتكلمنا على إن إحنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد، لا، نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزة تتكلم، تتكلم مش سياسي بس، اقتصادي، اجتماعي، إعلامي، وثقافي، وديني كمان.